بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على النبي الكريم. نحن أتينا إلى جول لحضور ملتقى الدعوي الأول في جول، مدينة جول. هذا الملتقى ملتقى دعوي، التقى هنا الدعاة الناطقين بالبولارية أساسا، وكان هناك نشاط باسم محضرة الحاج محمود باه رحمه الله، والتقينا هنا لتقديم محاضرات في مدينة جول، محاضرة حول حياة الحاج محمود في الافتتاح، وحضر الافتتاح الحاكم والعمدة ومشايخ دعوة من السنغال ومن مالي ومن موريتانيا. وعندنا برنامج حافل لثلاثة أيام فيه محاضرات ندوات، وفيه أيضا رحلات في القرى المجاورة. نود أن تكون هذا اللقاء لقاءات إن شاء الله في المستقبل، ونشكر السلطات لتسهيل هذا الملتقى الدعوي، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.